أنا خلال هذه الفترة كانت حميمة وكنت دائما أقول لهم أنتم شباب، أنتم مناضلون، أنتم مقاومون، لا يجب أن نصرف بهذه الأساليب وسلاحكم جبهتكم الآن. قلت لهم ذلك بصراحة وهم كانوا يتقبلون هذا الكلام، ماشي، وأسأل الله عز وجل أن يكون الجميع قد تعلم من هذه المحنة. تعرضت لأي نوع من التعذيب الجسدي؟ لا 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 لا، لما تعرض واحنا سألنا وكان وقد كانوا يعملون بكل ود واحترام الحمد لله رب العالمين. شو كانت الرسالة المطلوبة منك تحديدا يعني؟ ما كان في رسالة واضحة، لكن اللي صار هو نتيجة الحدث اللي يعني اللي يحدث في الشارع الفلسطيني كردة فعل والحمد لله تم تطبيقها بجهود المخلصين الحمد لله رب العالمين. هل السبب الحقيقي للفلسطين وكل العالم ان نجنب فلسطين عموما؟ بارك الله فيكم وشكرا لمجهود. الله اكبر لله الحمد، الله اكبر لله الحمد، نبتيك جبل النار بالروح بالدم نبتيك. بدك تطول يعني ولا كيف انت؟ شكرا شباب، يلا يلا خلص، شكرا.